بيقولوا خلي بالك الباشمهندس في ليفل واحنا كلنا في ليفل تاني. بس انت بتلقط حاجه كده، لاين كده، معلومه جديده كده. مصعب بالظبط، هو انت ده جاي المطلوب. تهزقونا ولا ايه؟ ايه؟ بالظبط، بقول لمصعب انت جاي تهزقنا يا مصعب ولا ايه؟ لا لا، انا هو بتكلم علينا بيتكلم كلنا صح، والله، انا وانا مش او عارف. انت اصلا انا بعمل كده. يعني انا ممكن مثلا اقرا كود مش فاهم منه اي حاجه، بس لو عرفت المس منه سطرين اتعشت. لسبب ده بيبدا يغير المايند سيت بتاعتك. انت اكيد هتفهمي حاجه حتى لو مش كود، طريقه كتابه، هو ازاي بيسمي الفاريبل، ازاي بيكتب اف كونديشن، امتى يستخدم الاف وامتى ما بيستخدمش الاف. دي الحاجات دي هتبقى صغيره، بس هي بتغير طريقه تفكيرك وبالتالي بتغير طريقه كتابتك الكود. ف كويس. مهمه جدا. النقطه الثانيه اجابه على سؤالك بقى يا سيد خالد، ليه انا اصلا تعمدت اعمل حاجات السيشنز دي؟ لسبب الحاجات دي مش هتلاقي ليها شرح على الانترنت. حاجات الادفانسد دي، يعني دي مش ادفانسد بس، هي ادفانسد وكومبلكس. انا اصلا انا كحسن بنسبه 90% مش هعرف اشرحها كيوتيوب فيديو. ان انا اقعد اشرح فيديوز، هي معقده جدا ان انا اقعد اشرح فيديوز، معقده ان انا اشرحها فيديو كده. لا، انا قاعد بفكر وبشتغل وبغير. يعني احنا انا كتبت الكود وعدلته ومسحته وعدلته ومسحته في نفس السيشن. هي الفكرة مش في الفانكشناليتي نفسها بتاعت الرفع، الفكرة في ان هو مشروع حقيقي، وان حاجة لو وقفت انت هتعطل عليها، فهو ده اللي مخلي الموضوع جامد. مش دي النقطة أوي، أكتر من إن أنت تحاول. يعني أنا يعني أول سيشن أنا وريت لكم الكود أصلا كان الأول عامل إزاي، ودي من الحاجات اللي برضه النقطة المهمة. مش لازم تكتب أحسن كود في الأول، اكتب الكود اللي يمشيك. بس أنا لقيت إن أنا كل فترة بزود فيتشر في الكود، الكود بقى معقد، فبقى المينتيننس بتاعه أصلا بقى صعب. إن أنا أقعد ألف حوالين نفسي عشان أعرف المشكلة فين، الموضوع غلس. والاكواد اصلا بدات تدخل في بعض، وانا كاتبه كله تقريبا في شبه فايل واحد، هو انا اسمهم على فايلين. لكن انا دلوقتي لا، انا مقسم كل حاجه بتعمل وظيفه. يعني انا عامل فايل كيو دور حاجه واحده بس في الحياه، انه ينظم عمليه الرفع، مين اللي يبدا الرفع ومين اللي يقف، بس ملوش اي دور تاني. فانا لو عايز اشوف حته الفايلات بتترفع دلوقتي، او في مشكله في ان الفايل يبدا يترفع او لا، اخش على الكيو. الدروب مانجر ده حالة الوصل، ده اللي يعتبر الاكتوبوس بتاعنا، الاخطبوط ماسك كل حاجة، كلهم بيكلموه وهو بيكلمهم كلهم. ده اللي بيمانج الليلة كلها بتاعت البروجكت. بس هو الفكرة ايه؟ هنا حتة للفايل، حتة للكيو، حتة للسيرفيس برفع فيه الفايل، وهكذا. فدي بتبقى الفكرة كلها، في ان انت يبقى عندك استراكشر تحاول لا تطور منه وانت بتشتغل. صراحة الاستراكشر عندك يا باشمهندس يبروز. ربنا يخليك. المهم يلا نبدأ. النقطة الثانية برضو دي، حاولوا تعملوها ان انتوا تقللوا، ودي انا قلتها كذا مرة هقولها تاني، مش كل سطر تكتبه تروح تبص على البراوزر. اكتب كده لوكشة من الاكواد، اكتب بلقايه كده كده، بص شوف اللي انت عامله، ايه المشكله اللي فيه. يعني مش كل مش دي مش بعد كل سطر هنقدر نكتب كونسول بوك. يعني لو ما فيهاش اساءه ادب، يعني يا ريت نبطل الموضوع ده. السبب لما تحاولوا تعملوا كده، انتوا هتبقوا اوتوماتيكلي فورس ان انت تحاول تكتب كود صح، وكود انت فاهمه، ده الاهم. ما انت لو فاهم الكود اصلا اللي بتكتبه، فانت بنسبه كبيره هتعرف ايه الخطا اللي ممكن يحصل في انت تكتبه من غير ما تبص، او يقول لك انت عامله الدعك. طب مش حوار اللي انا يعني طبعا الخطأ بيبقى اسهل، اللي انا كل شويه اعمل كونسول لوج لا، ياخد ما وقت، طب لو طلع لي ايرور هفضل برضه الف عليهم برضه كده كده، وافضل الوب لا كل حاجه طبعا، لان مره. انت دلوقتي تعالى نفترض ان انت بتكتبي حاجه بصيت عليها 50 مره، 50 مره و50 خطا. لكن انت لو حاولتي تتفادي 30 خطا، هتبص 20 مره بس، بان انت عشان انت المفروض انك فاهمه انت بتكتبي ايه. عشان كده دايما اهم خطوه، يعني زي ما كنا في السيشن بتاعت الشطرنج، احنا قاعدين بنفكر احنا هنعمل ايه قبل ما نكتب الكود اصلا.
انا لسه مش عارف انا اكتب ايه، فلازم اعرف انا هعمل ايه وارسم السيناريو وابدا اكتب. ممكن وانا بكتب الكود السايكل تتغير او الاقي في كيس، ودي حصلت معانا احنا في السيشن بتاعت الشطرنج، في كيس لا ده احنا نسينا حاجه عايزين نعدل حاجه، فخلاص ابدا اعدل. لكن لو انا من الاول دخلت شمرت ودخلت في الكود، ما هلاقي ده في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، فانا عمال اضيع وقت. هنا بقى الحته دي اللي انا فكرت فيها ايه؟ ان انا بدل ما اعمل السطر ده، احنا ممكن زي ما احنا عاملين الماكس بارل ابلودز، ممكن نعمل الكرنتلي ابلودنج فايلز. عايز لينز بس، خليها مثلا ماشي، خلي العدد كده، خليها كارنتلي كارنتلي. فانا بالتالي هنا لما اجي ارفع عندي ده الماكس ابلود فايلز، تمام؟ الماكس ابلود فايلز ده المفروض ان هو بيساوي ده ناقص غلس قد ايه الماكس، المفروض ان هو يبدا يرفع امتى؟ يبدا يرفع لو انا اقصى عدد للرف للملفات ناقص الكرنت ابلودنج فايلز، المفروض يبقى اكبر من زيرو. يعني انا مثلا ما رفعتش ولا فايل، فدي بزيرو. الماكس بارل ابلود دي اللي هيحصل فيها يعني مثلا بواحد، الديفولت بتاعها بواحد فوق، فبالتالي واحد ناقص صفر بواحد، فهل هيدخل جوه اللوب؟ الاي اقل من الماكس اللي هو الاي هنا بزيرو وماكس بواحد، اي زيرو اقل من واحد فهيخش على النكست ابلود. فانا هاجي هنا دي بقى ممكن اخليها السطر بتاعها ايه؟ اقول له ريتيرن، طبعا المفروض ما تبقاش اكبر منه عشان ده المفروض ما يحصلش اصلا. بعد كده هاجي هنا ازود الكرنت بقى بلودنج فايلز. هو التكنيك ليه اللي انا كاتبه ده على حسب فهم المتواضع المفروض يبقى صح. هنا هحتاج استخدم فاينلي، هنعمل ايه؟ هريديوس عمليات الرفع بتاعتي. هل الكلام ده صحيح؟ هل الكلام ده منطقي؟ هذا ما سنكتشفه الآن. بسم الله. انا شكلي احنا امبارح كنا بنرفع كام فايل؟ كان بتضرب معانا، كنا بنرفع اربعه باين. اربعه او سته. ثلاثه اربعه. بسم الله. ولا اي اندهاش، اني قاعد بقول اي كلام على الفاضي. طيب تعالى نراجع تاني. هو دلوقتي المفروض ان هو هيخش عليهم كلهم. هو ايه الايرور اللي طلع؟ عشان انا مش واخده بالي منه. دول عندي كام فايل قدامك رفعه؟ اللي قدامك دول كام ستة واحد؟ حلو، انا ستة مختار اربع فايلات لو اخدت بالك، متكررين. يعني هو دي ودي اتكرر متكررة المفروض. ودي متكررة. يعني هو اتكرر اتنين منهم. قرر اتنين منهم، فمعنى كده ان هو اصلا بيخش يرفع اكتر من مره. تمام. طيب انا دلوقتي هدخل اول واحد يلف. طب هل لو عملت ديسيبل دي الدنيا هتظبط؟ ما اعرفش هل دي ممكن تبقى ليها سبب ان هي ممكن تريجر حاجه ما في مكان ما بيخليه يخش تاني. هل هو بعيد ان هو اصلا ما بيرفعش اربعه؟ دي اول حاجه. لا ولا اي داش. هو اشمعنى اصلا بيكرر اتنين بس يعني؟ مش عارف، ممكن لو اختار سته ممكن يكرر ثلاثه، فمش دي النقطه عندي. تعال نرجع للكود تاني. هو دلوقتي بيخش من ابديت الكيس، هيعمل بيخش على البروسيدر، طلع الماكس. الماكس هيقعد يكول ديت، انا مش عايزهم مش عايز اويت عشان عايزهم كلهم يحصل لهم اكسكيوشن. بعد كده بجيب الفايل العطلان،
دي طبعا ممكن اجيبها، خليها كده، بعد كده بزود currently uploading file. بنقص. طيب لو رجعنا دي وعطلنا دي، انا بس في عندي مشكلة تانية. المشكلة التانية بتقول ايه؟ هو اصلا المفروض بيرفع فايل هو انت بتنقص ايه؟ انا دلوقتي بنقص عدد الفايلات، انا دلوقتي حاليا مسجل عندي اقصى عدد الفايلات ممكن يترفعوا مع بعض في نفس الوقت، واحد كم؟ بس، واحد. ممكن اليوزر يعدل الحته ديت يخليها ثلاثه. الديفولبر كسنتاكس اللي بيستخدم الكيو، يعني فانا هو دلوقتي بسجل انا كل في مرة كام يرفع فايل واحد، حاليا بيترفع ايه؟ يعني هو كل مرة يرفع واحد. لا انا جيت، انا دلوقتي بتكلم كام فايل اسمح برفعه في نفس الوقت. انا دلوقتي اخترت 10 ملفات، ممكن اخليه يرفع دايما يبقى في ثلاثه بترفعه، واحد يخلص يطلع من عمليه الرفع وواحد تاني يدخل مكانه. فانا محتاج دايما اكيب تراك وانا في عندي كام فايل بترفع. باي ديفولت زيرو. مجرد ما هاجي ادخل هنا، انا دلوقتي عندي لو الماكس بتاعي ثلاثه، احنا قلنا الكرنت كام؟ زيرو. فبالتالي الماكس فايلز تو بي ابلودد، كام فايل المفروض يترفع بقى في الكيس دي؟ ثلاثة ناقص صفر، فالمفروض يطلع ثلاثة. فهو هنا هيلوب كام مرة؟ زيرو أقل ثانية كده. أعتقد المفروض تبقى واحد من زيرو. استنى كده، زيرو أقل من ثلاثة يدخل، واحد أقل من ثلاثة يدخل، اثنين أقل من، لا صح، هيدخل ثلاث مرات. تعالى نيجي هنا برضو نلوج، نلوج اخينا ده. بما ان البروسيد ده هتطلع اكتر من مره، مش كده كده اصلا هعرف انها تتاج باللوكيشن بتاعها. كنترول كيو. الله محترم. طب انت ليه حاطط ليميت للحاجات اللي بتترفع في وقت واحد؟ يعني هتسيبها مفتوحة ايا كان اللي هو هيقبلده تترفع كلهم في وقت واحد؟ لا طبعا، واحد بيختار 10 فايلات 10 صور، ده النت عنده هينتحر. فانا ممكن ارفع ثلاثه على حسب طبيعه الفايلات اللي بتترفع، يعني مثلا واحد بيرفع فيديوهات انا ارفع له فايل واحد، ثلاثه زيرو واحد اثنين، حاجه يعني في منتهى قله الادب. ايه ده؟ وانا رفع ثلاثه صح، بس غالبا غالبا رفع نفس الفايل، مش عارف ازاي هو ده كده دخل ثلاثه صح، يعني اللي احنا كاتبينه ده زيرو واحد اثنين مظبوط. انا دي صح لان انا زودتها دلوقتي. لو مش بروسيسنج بيخلق بروسيسنج، حلو هيرفع دلوقتي. المفروض اجي انا اقول له لوج، هل استنى كده، في حاجة هشكك فيها، في حاجة انا شاكك فيها، ان هو غالبا عشان الاوي بتاع الابلود ده عايز الفايل دوت نيم، حاسس والله اعلم ان المشكله في الحته دي. هو غالبا بيرفع نفس الفايل، الابلود ده انا بغير الستيت اهو، بعمل قلق ليه؟ خليني برضه اخد ثلاث فايلات كده. ها هي المشكله، ها هي المشكله. لو بيرفع نفس الفايل اصلا، فمعنى كده ان انا هحتاج ابديت الاستيت دي من بره. فايل دوت ابديت ستيت لودنج. فايل دوت ابديت ستيت هنا برضه افضل طبع الفايل نيم. المفروض انه اختار ثلاث ملفات، بسم الله، او اربعه ثلاث اسامي.
نفس الايرور ده عشان هي اسينك، صح كده؟ اه طب انا عملت حاجه زي كده، هتشتغل انت هندسة من عشاق الست تايم اوت. لا طبعا. انت بس داخل في اوقات غلط. لا برضو ما اشتغلتش فيها ولا حتى فلحت معانا. طب اقول لك على حاجه حلوه، احنا ممكن بيكرر اني ملف فيهم يعني اول واحد نختار اول واحد، ممكن نعمل حاجه تانية كويسه، prepare next file and upload. ممكن نيجي كده ايش اه، دي بقى اول حاجه انا مش عايزها، انا مش عايز نعمل async، وعايز كل الليله الحلوه دي يجي كده، اجي انا اقول له ابلود فايل، ابعت له الفايل لودنج فايل، اخد الليله الحلوه دي هنا كده عشان ما يبقاش اسينك، يبقى اسينك كده كده. المفروض ان انا دي هي البرودكت المكتوبة دي بتعمل ايه؟ قلنا ايه؟ البرودكت المكتوبة دي بتعمل ايه؟ والله ما اسمعك، بتقول ايه؟ البرودكت الكلمة البرودكت انا مش بتعمل عايز ايه؟ الميثود دي استخدمها بره كلاس، لازم ابقى جوه كلاس عشان استخدمها. ندخل بس الشخص اللي عايز يدخل، انا دلوقتي دي ميثود انا مش عايز استخدمها بره كلاس، عايز جوه كلاس بس خليها بروتكتد. يعني مثلا انا سامح ان البروسيس ديت اقدر استخدمها، لو جينا بحثنا كده دوت بروسيس اقدر استخدمها، لكن لو دي جيت غيرتها بروسيد زي البروتكتد اللي انت بتقول عليها، بص اعمل ايه دلوقتي؟ هيزعلني، ذلك سبورت يعني هيزعلني زي الاكسبورت، نفس الكونسيبت بتاع الاكسبورت كاكسبورت، لكن ده خاص بالكلاس مش خاص بالاكسبورت، خلاص تمام خاص يعني السكوب بتاع الكلاس. تمام بسم تمام الله جدا يا مسهل، ولا اي اندهاش، لكني قاعد ثانية احس انه يوجد دي دي انا مش عايز اعملها هنا، انا كده او كده خلاص، انا عارف ان هو يبدأ يرفع اول خطوة، يدخل هنا المفروض ان هو نو اكسكيوت. طب انا عملت لك كومنت لدي، او قبل ما نعمل كومنت لدي ما اعرفش انا ايه اللي عدلت هنا، بس ماشي هنعمل كومنت اللي هنا ماشي. في نقطة ثانية برضو دي لازم تاخدوا بالكم، لان اغلبكم للاسف ما بيعملهاش، ان هو مش بيعمل، مش بيراجع اكتر من مره على الكود اللي هو بيعمله، برضه عمل لوج 3 مرات دي. طيب وده ازاي؟ ايه استنى بقى، الموضوع كده اختلف، انا حاطط السيد جوه
تايم اوت، فدايما برفع نفس الفايل ده. ان شاء الله ان شاء الله تظبط. بسم الله. ماشي. هو كده دخل اوت اوف اوت اوف، بس تعالى نشوف هو زعلان ليه. لوج ايرور. طب هو انت عملت ايه عشان الفايلات اسمها تظهر؟ الكود على الستيت، ما انا دلوقتي انا بجيب كل الفايلات اللي الستيت بتاعتها انيشال عشان احولها تبقى ابلودنج اهي. فدلوقتي لما باجي اخليها ابلودنج، هنا كان بيحصل ايه؟ كانت دي جوه السيت تايم اوت، فاللي هيحصل ان هو هيلوب على الثلاثه كلهم اللي هنا قبل ما السيت تايم اوت اصلا تشتغل. فدايما هجيب لي اول واحد لان هو لسه اصلا ما اتحدثتش حالته. انا طلع فعلا عايز لا احدثها دلوقتي، بعد كده اعمل تريجر الايفنت براحتك بعدين. طب حلتها ازاي بقى؟ عملت ايه؟ طلعت السطر بره التايم اوت، ما ده هيحصل له اكسكيوشن قبل ما يخش على اللوب اللي بعدها. لكن لو دخلته هنا فالست تايم اوت هتحجزه عندها، يعني مثلا لو جيت قلت هنا مثلا لوج اثنين، وهنا لوج واحد، وهنا لوج زيرو، الاوت بوت بتاعي بقى ايه في البراوزر؟ أول حاجة زيرو، بعدين ندخل في الستة الأرض، أو زيرو بعد كده ايه؟ ندخل في الستة في الست تايم أوت، لا يعني هيطبع لي كام؟ قولي لي الارقام اللي هتطبع في البراوزر زيرو اتنين واحد. بالظبط. هي دي النقطه، هو دلوقتي دي بتحجز العمليه سيكا، فانا مش عايز احجزها سيكا، سيب السيكا عشان انا عايز تحدثها لي حالا، حدث لي الستيت وبعد كده كمل اللي انت عايزه. تمام. انا هتريجر الايفنت ده بعد زيرو ملي سكند، ما عنديش مشكله. دلوقتي عندنا مشكله تانية ان هو مش بيرفع. ايه بقى مش بيرفع؟ لما يعني نحل مشكله، مشكله تانية اتفرقع. سؤال معلش، هو انت ولا حاطط فاكر في السكند اوت زيرو، يعني الكود هيتنفذ بعد زيرو، يعني انت يعني صح كده؟ الزيرو، الزيرو ديت طب يعني لما تطلع الكود بره طالما هو هيتنفذ يعني بعد ما يعني يرندر، فاهمني يعني؟ ثانية عشان مش فاهم حاجة. ابلود فايل اوت اوف 2 1، ايه ده؟ في حاجة، في حاجة غلط. ازاي طبعا 2 اه ده على حسب ترتيب الانتهاء. خلاص هيقلش، ومعنى صح هيطلعه من الكيوب. ماشي، احنا كده كده اصلا ممكن نعمله كيو خاص بيهم، بس دي النقطة. لوج كان حد بيتكلم من شوية بس انا ما خدتش بالي كان بيقول ايه. انا كنت بقول لك الزيرو اللي هو سيستم اوت، يعني هو يتنفذ بعد زيرو، يعني بعد ما يحصل ريندر يعني للدنيا يتنفذ صح على طول، يعني زيرو تايم يعني. اكدب عليك لو قلت لك اني افهم حاجه. ايه ده، دي اتحلت يا هندسة ولا لسه؟ انا شايف حاجه اترفعت. انا شايف اللوج مرفوع فيه 3 اسماء ما مظبوطين. دي خلاص اتحلت، ما ده اللي لسه قايله من شويه، هي اتحلت بس المشكله تانية ضربت دلوقتي. ما بيرفعش اصلا، ما بيخشش، ما بي اه ده انا عشان بغيرها من بره فهنا اصلا مش هيطلع. فلا خش يا باشا ارفع، ارفع على هنا. ما هو كده كده اصلا دي المفروض ان هي ما تعملهاش كول غير من هنا، بما ان ده المسؤول عن عمليه الكول، دي الوحيده اللي تعمل كول للابلود، ودي عشان يتعمل كول للابلود هو بيدخل هنا اصلا. ده عشان يدخل هنا بجيب الفايل اللي مش مرفوع، بالتالي المفروض ان احنا تبقى مرنا، بسم الله، مرنا في التمام. ناخد الخمسه نجرب مع خمسه. ايوه عظمه. بس تعالى نرفع، كده تعالى تبعت نرفع لكل واحد فينا 5 دايموند. بس يا حبيبي، بس يا بابا دلوقتي بيرفع 3، يدخل واحد. لا لما ده يخلص يدخل مكان واحد اللي هو بنت هاوس ده. ايوه هو الاول ده لسه مطول سيكا.
دي بقى ميزة ايه؟ ان اللي خلص يطلع وغيره يدخل. اه تمام، طيب فهمت النقطة دي. بس فانا رفعت كمية فايلات كتير ما قصرتش عندي على اليوتيوب. انا ممكن سيلكت 50 60 فايل، اعمل ما ايه شاء ساعتها؟ الله. هبقى ممكن ده طبعا مش لوجيك ان حد يعمل حاجه زي كده، بس اليوزر ما لازم يكون نعرفش في كتالوج يعني. عميل دماغه بالظبط، ما فيهوش كتالوج. دي كده خلصت الحمد لله. في بقى نقطة مش عارف أعملها ولا خلينا كده أحسن، ايه هي؟ ايوه هل أرجع الكود ده تاني للشنك؟ بس أنا لو رجعتها مع الأسينك عايز أغرق حاجة. انا رايي هندسه تاخد باك اب على حاله الكود وهو شغال كده عشان ما نرجعش تاني. انا ما رايي هو في والله منطقتك. هو كلام محترم، مش هقول لك لا، انا رايي طالما اشتغل خلاص نسيبه بقى. هو كان كود امبارح شغال طالما شغال في يوم ما تلعبش. بالظبط. بس عايز اعرف حاجه، ايه اللي هيحصل هنا؟ ايه اللي عيد الاند فايند ده، هذا الفايل نيم. انا ما يفش احسن، خلينا في السليم. عايز اعرف حاله الاسين، هل الكود هيتعطل ولا لا؟ يو تيست واحد تيست اتنين تيست حيل. بس كده يبقى احنا مش محتاجين كل العك اللي احنا عاملينه كله. موجود يا باشا من التست فايل تحت فاير عليك، هناخد الكود الحلو ده كده قطايه، نيجي نرمي هنا، نيجي نستخدم الفارغ ده موجود من التست فايل، نيجي نستخدم الفارغ ده برضه مره ثانيه، نيجي هنا نقول لوج ان، نيجي هنا نقول له لوج طيب. حاجة تانية بتاعتها مفتاحها باين؟ اه ايوه كده عشان بس كنت بشوف عشان الفانكشن اسينك هتعطل الدنيا ولا لا هو ما عطلتش الدنيا ليه كده. ازاي يعني؟ اه كده الحمد لله الشغل كده بقى. فاضل لنا حاجتين بس، انا هنفض للتانية دلوقتي لان ده عايز مش يتفور، عايز يتضرب باتنين نووي. لا مش ده، ده غلبان. فين التاني؟ هو فين؟ فين التاني؟ اها ده بقى كود من الاكواد اللي انا اصلا مش هدخل ايدي فيه. يعني انا استخدمت فيه شويه شات جي بي تي وشويه قعدت احارب مع نفسي. في بقى انكريبشن شا 256 وفي حاجات، وانا ليه عايز الناس مش انا اصلا معدي انكريبشن. هي ايه فكرة الشنك دي اصلا يا باشمهندس؟ يعني هو بيعمل ايه؟ بياخد الفايل ويكريت فايلز تانية ويوزع الفايل عليهم ولا اقول ايه؟ لك وايه الارقام دي؟ اظن دي انواع حماية صح؟ ما تشفير مش تمام. ايه بتشكل انكريبشن ايه؟ ايه؟ طب والله انا مجان. بص دي اخر واحد بيلعب في حاجه. يعني احنا الكود ده، انا الكود ده متوصل يعني مثلا تقريبا قعدت فيه بتاع 3 4 ايام عبال ما عرفت اظبطه. كل ما يضرب في وشي اقوم سايبه وراجع له بعديها. دي برضه من الحاجات اللي خلي بالكم منها، لو الحاجه معصلجه معاك سيبها واشتغل حاجه تانيه وارجع لها لما تكون مركز. يعني مثلا حاجه غلسه اشتغل عليها في اول يومك، ما ظبطتش حل اللي تحله او اعمل اللي تعمله، بعد كده كمل بقى شغلك. رايق ان انت ترجع لها تاني ارجع لها، مش رايق ارجع تاني يوم وعيد الكره مره تانيه. دي فكرتها ايه؟ برفع ملف 2 جيجا فيديو مثلا،
تعالوا اوري لكم، تعالوا اوري لكم بشكل عملي. والله اه بس انا فاكر ان هنا غالبا هتضرب عشان دي النسخه القديمه. او استنى هنروح بعيد ليه؟ تعالى هنا، تعالى نخلي الفايل يبقى ترانك. فين اها اه ده احنا اصلا مش مشغلين لسه الترانك. اه تعالى هقول لكم بقى ايه لايف، خلاص ربنا يستر. عميل ما جيش يجري ورايا، عايز اكبر فايل موجود 4 ميجا. ماشي، بص اللي هيحصل دلوقتي هنا ايه؟ شايفين ده فايل واحد متقسم على التشانكس ديت، هو عمال يرفعهم. الفكره بقى والميزه هنا في ايه؟ ان الفايل لو ما اترفعش، يعني مثلا حصل زي دلوقتي عملت اوفلاين، بس هو غالبا مش هيرضى يعمل اوفلاين عشان هو ما اترفع. تعالى نرفع فايل تاني، تعالوا نرفع فايل تاني زي ده مثلا، يلا اوفلاين. فيل طلع لي ايرور. هل هنعمل كلير؟ رجع سيبات اللينكد. بص هنا اللي حصل، هيكمل الابلود بتاعه، كمل من اول الخمسه، من اول النص، هيعيد رفع ايه؟ الميجا اللي ما اترفعتش، ال 4 ميجا او نص ميجا، رفع 4 ميجا ونص. فهنا اللي حصل انه رفع 2 ميجا، فاضل له 2 ميجا ونص، فدول اللي هيبدا ايه؟ يعيد رفعهم مره ثانيه. دي فكره التشانك. دي تقريبا يعني اغلب الناس اللي بتشتغل حاجات ترفع فيها حاجات كبيره زي الفيديو ده حاجه، بيستخدموا الكونسبت ده، هو يسبليت الكود بتاعه او رفع الفايل، مع انه كان من شويه مشروع. طبعا الانترنت واضح انه عندي ضايع، خليني اقفل عشان النت ما يبصش اكتر ما هو بايظ. دي فكره التشانك. كان انت عارف حد كان سألني عن السؤال ده، فهل الإجابة دي كانت إجابة شفافة ووفية؟ انا كنت اقصد في الكود نفسه يعني لا لو بريف الكود ده هناك إيه؟ لو بريف كده ايه اللي بيحصل في الكود نفسه؟ ماشي، إيه الفكرة؟ أنا عندي الفايل أهو، حلو؟ اللي إحنا بنرفعه كده كده. تمام، نعمل إيه؟ بشوف أصلاً الفايل ده مساحته قد، بجيب مساحته على عدد الأقصى تشانكس هرفعها في المرة الواحدة. عشان احدد يعني مثلا الفايل 10 ميجا واخلي التشانك نص ميجا، يبقى هيرفع كام تشانك؟ 20، تمام 10 على نص في 20، هرفع 20 تشانك. تمام، انا بقى محتاج اجيب الكونتنت بتاع كل تشانك من الفايل ده، ده اللي انا هرفعه للسيرفر. نسيبنا من الكلام ده عشان ده كلام ما لناش دعوه بيه، نيجي تاني من الاول. بيقسمهم وبعدين بيجمعهم تاني. ما هما بيتقسموا الجماعة على السيرفر، السيرفر لما يوصل له آخر تشانك من الفايل يبدأ بقى يلحمهم كلهم مع بعض أو يسيبهم كلهم مع بعض في فايل واحد. غالبا الفاني ما بقاش دامج يعني بيبقى شغال. ما مش هيشتغل، ده آخر تشانك ما اتباعش، لو في تشانك واحد ما اتباعش الفايل يبقى كوربتد. أظن هندسة ده المبدأ اللي بتشتغل بيه أغلب برامج الداونلود، صح؟ فكرة إن هو الأبلود يحمل آه للنهاية. اللي يحمل، لا التحميل حاجه بس هو التحميل هو بيعتمد على الرينج اللي هو زي انت الباك اب في الواتس برضه، لما ايه؟ تعمل باك اب الباك اب في الواتس، الباك اب لو الناس احتاجت في الواتس، لما تعمل ناس لا هي الفكره والناس كلها بتقفل انا دلوقتي باجي بيقف اقول لك، عند اخر حاجة. انا دلوقتي بقول لك الكونتنت بتاع الفايل ده السايز بتاعه مثلا الرقم الغريب ده، حلو؟ فانت هتيجي تقول لي هات لي من اول الصفر لغايه ال 200، هات لي كونتنت بتاع السايز ده، حلو؟ ده اللي حلو، هيتحمل. بعد كده اقول لك هات لي من اول 201 يا جدع لغايه الايه؟ ل 400، بعد كده 401 ل 600 وهكذا. طب انا لو ما عملتش ايه حوار هنا؟ الشانكس ده وسبته للقدر، ايه اللي هيحصل؟ مين؟ بس لو سبت الحوار ده للقدر، ايه اللي هيحصل؟ هتعيد نفس المشكله من اللي احنا قلناها من شويه. لو الحاجه اللي انت بتنزل بيها ما عندهاش الخاصيه ديت، هتعيد تحميل الفايل من اول وجديد. اه الموضوع بصراحة يعني كويس جدا. طب الموضوع ازاي؟ ايه؟
يعني كل الناس اللي عاملة حوار الابلود في المواقع بتاعتها عاملاها بحوار الشانكس ده الابلود ولا الداونلود؟ الابلود بنسبه الابلود. كبيره على حسب، لا مش كل الناس تعملها. يعني انت دلوقتي لو مثلا بترفع صور صغيره اصلا مش محتاج لها تشانك، لكن لو بترفع ملفات كبيره في الغالب لو انت عايز تدي لليوزر خاصيه لو النت فاصل عندك مش عارف عايز تكمل التحميل بعديه وممكن تعمل له بوز حتى توقفه وتكمله بعدين، هذه كلها ممكن تعملها عن مش طريق الترانك، لكن ما تعرفش تعملها لو ترفع الفايل جملة واحدة ما تشتغلش. ليه؟ لأن أنت بترفعه مرة واحدة، بترفع كل الكونتنت مرة واحدة، فأنا لو فصل هقول لك عيد رفع تاني، لأن هو أصلا ما وصلش للسيرفر. ايوه، هو جوجل يعني درايف عاملها يعني. إيه؟ جوجل درايف ماله؟ غالبا مش عامل تسويق مش عارف. غالبا. طب ده يا باشمهندس معلش، يعني بنهندلها ازاي من فرونت؟ يعني ازاي يعني اتعامل مع السيرفر بحيث ان انا اوضح له ان هو هيرفع كده؟ يعني انا انت بتحدد تقول له هات لي ريكوست، انا هبعت لك عليه مجموعه من الداتا، بدل ما برفع الكي بتاع الابلود ايا كان مسمى، لا ده انا بص ببعت له ايه بكل ريكوست، ببعت له الداتا دي، ببعت له الفايل اي دي ده عشان يخزنه عنده عشان يعرف التشانك اللي بترفع ده تعاني فايل. تمام، دي اول حاجه عشان يعرف دلوقتي هو ايه اليه الربط، هيربطهم ما بين بعض ازاي. انت اصلا لو بصينا على الريكوست اللي كان موجود من شويه كلهم كان نفس الاسم تشانكس، نفس الريكوست، مفيش حاجه اتغيرت. الفايل اي دي ده اللي هيحدد له لما اجي ارفع 2000 تشانك اعرف التشانك ده بتاع انهي فايل فيهم، بس لما يجمعهم كلهم مع بعض فانا ببعت له الفايل، ببعت له البلوك بتاعي او البفر بتاع اللي انا هرفعه، الكونتنت معنى صح، لو ده كده الفايل كونتنت، فخلينا نقول ان هي البارشال فايل كونتنت، وانا بقول له التوتال بتاعه عشان يعرف امتى الفايل ده خلاص، هيقول لك دي اخر تشانك، ما انا بعرفه عن طريق التوتال. لو انت مثلا قلت لي الفايل ده 20 تشانك، توتال تشانكس 20، وانا بعت لك التشانك رقم 20، يبقى انا ساعتها انا هنتظر ايه؟ ان اخر ريكوست فيهم هتبعت لي السكسس بتاعه، تبعت لي بقى هقول لك ارفع الفايل ده او سيفه عندك في السيرفر، وبعت لي بقى ايه المسار بتاع الفايل اللي هترفع. وضحت؟ هي وضحت، بس الصراحة أنا برضو يعني مش فاهم، أنا معرفش أهندل أي حاجة من دي، يعني بلاش. مش فاهم، بص مش لما فاهم إزاي تقابلك أهندل. الكيس، لما تقابلك الكيس دي بقول لك اديك الكود بتاع الفايل ده. واحنا ما ينفعش نكونتريبيوت في الفايل ده؟ ما انت عشان تكونتربيوت بالفايل ده محتاج تكونتربيوت في الباكج كلها، عشان تكونتربيوت في الباكج كلها محتاج انا اكتب الدوكيومنتيشن بتاعتها، عشان اكتب الدوكيومنتيشن بتاعتها هتاخد 3 سنين ضوئيه. ليه؟ ايه الباكج فيها كل ده، فيها الفورم وفيها التيبل بالفلتر، يعني مثلا الجدول ده، الجدول من اول هنا ده تتوقع شكله ازاي الكوب بتاعه بالفلتر دي، تخيل الكوب بتاعه بايه بلغه البيجينيشن، هل عندك تصور الكود ده عباره عن ايه؟ هو انا كنت شفت يعني لحضرتك شغل يعني، ف مجمع التيبل مثلا هو انت ممكن. شفت بس غالبا ما شفتش السنتاكس او الاستراكشر الجديد ده. شوية لا، ما شفتش ده خالص. ده الجدول، دي الكولومز بتاعته، لا دي كولوم افاتار، حدد الديسبلاي بتاعه ايه، السورت بتاعه، اللوكالايز كولوم، دي الفلترز بتاعتي، ده النيمو ما التايتل فيش السيرفيس حاجة جاهزة يعني، بدل ما تفرد ايه؟ ده، ما فيش حاجة جاهزة تعمل لك ده بدل ما تفرد ده. اكتر من كده، ده كده يعني جايب الخلاصة. هو انت ثانيه بس، هو انت متخيله ان دي لما تيجي تكتبها ككومبوننت انت عارفه هتكتبها قد ايه؟ كتير جدا كتير جدا، يعني انت كده متصل اصلا، هو كده مجمع كله في فايل واحد بس عشان يبقى عارف ايه بيودي على فين، بس كل حاجة من دي ليها كومبوننت منفصل. طب ثانيه واحده، ثانيه اوريك مثال. شايف الكاتيجوري ده؟ ده عباره عن دروب داون سيلكت، حلو؟ المفروض لما بكليك عليه ببعت ريكوست للاي بي اي الود الداتا دي واعمل لها ريندر، تمام؟ شايف الاسامي دي اصلا راجعه ازاي؟ على ريك مسمى، النيم راجع ازاي؟ الريكورد انا عايز النيم والاي دي، بص النيم عباره عن ايه؟
تمام؟ شايفه كل اللي انا قلته ده؟ انا اه كاتب في ايه؟ هو الكود ده. اه بس في كومبوننت مدورة الكود ده صح؟ مدوره. اه في كومبوننت عدم لا مؤاخذه مدوره الكود. بس فا يعني حتى دي اصلا من الحاجات اللي انا حطيتها في الاكستنشن بتاع الجنريتور مون لايت. ده غير الويزرد تيبل ده يا باشمهندس صح؟ ايه؟ ده ايه الويزر؟ ده فيرجن اعلى من الويزرد تيبل صح؟ اعلى من يوزر تيبل بنسبة ما. اه يعني انا من الحاجات اللي انا صراحة شقيت فيها، الميزة في الجدول ده اللي انا مش لاقي الفايل بتاعه. يعني المون لايت هو اللي بيكنترول الكود اللي انت بتعرضه ده؟ اه الميزة في الفايل ده ان انت بنسبة كبيرة تقريبا شبه ما بتكتبش رياكت كود اصلا. يعني بص الكود كله، يعني اصلا انا حتى فكرت انا ممكن دي اخليها تبقى ابستراكت، ممكن تشتغل على، ممكن بعد كده يبقى ليها اكتر من حاجه، اكتر من فريم ورك، لان انت اصلا السنتاكس بتاعتك واحده، ده كل ده جافا سكريبت سنتاكس، ده مش رياكت. واللي هنا دي ممكن اللي يبقى فيها الاختلاف، يعني حتى دي ممكن تتحول لجافا سكريبت كود برضه، بس انا مش عايز اوصل للليفل ده. فالفكره كلها ان انا بحاول على قد ما اقدر اخلي الحاجات اللي بتتكرر كتير عندي تبقى كاستمايزبل. وبالمناسبه كل حاجه، يعني الحاجات دي اصلا عباره عن بيس كلاس، يعني ليها كلاس اصلا بيمانج الكلام ده كله. حضرتك يا باشمهندس وصلت يعني المرحلة انت اليوزر ممكن بعد كده يعني ايه حضرتك تعمل له حاجة زي وورد بريس كده ان هو مجرد انه يدخل بيلدر؟ يشوف اه دي ممكن اعملها تبقى سهله بالنسبه لي، يعني انت مش اه محتاج. يعني افضل يعني مثلا ده كود هو ممكن ما يفهموش طيب فهتبقى دي مثلا الفورم بتاعت البرودكت، دي غالبا ما حدش فيكم شافها، الانبوت عربي وانجليزي بالريتش تكست اديتور والكي ووردز، هنا في سيتنجز، البرايس، ديفايدر، ده برايس ماشي، ديسكاونت برسنتج، ستارت اد، دي بيكر اند ات دي بيكر كوست، ستوب، كل ده عادي خالص. انبوت دي دروب داون، دي برضه دروب داون، بس انا عايز اخليها تبقى ليزي لودد. لا الحاجات دي مش تبقى ليزي لودد، انا لسه اصلا عايز اعمل ليست ايتم، ليست 3، مش عايز اعمل دلوقتي. بعد كده والله في عندي مثلا عايز أسأل سؤال عايز أقول لك الموقع ده موقع أصلا بس يعني خايف أتطرد من الميتنج ايه عايز أسأل سؤال يعني أقول لك الموقع ده موقع إيه بس خايف أتطرد من الميتنج ده اونلاين ستور برودكت، احنا برودكت، بص على التايتل حضرتك، برودكت واونلاين ماركت، يعني عايز ايه اكتر من كده؟ شكلها واضح يعني. مغبشة بعد كده الايمجز، شايفين الاستراكشر ده كله، ده الكود بتاعه. الانبوتس بقى اهي، فورم تاب جنرال، الايكون بتاعتي، بعد كده الانبوت مالتي لينجوال انبوت، انت عايز ان شاء الله ايه نوع الانبوت؟ هيبقى تكست ريكوايرد، ده هنفوكس عليه. بعد كده مالتي انبوت عادي مش ريكوايرد برضو، الروز بتاعته محدد كام صف، ده ريتش تكست انبوت برضو، دي فكره المالتي لينجوال انبوت، تستقبل اي نوع من الانبوت. بعد كده ده مالتي سيلكت انبوت، بحدد له الريكوست اللي انا هبعت عليه الاي بي اي، بس ده لسه اه ليزي ريكوست اهو. يعني في عندي هنا تو ريكوست، ديت في حاله ان انا عندي دي بتشتغل في حاله الابديت عشان اجيب الكرنت سيلكتد كي ووردز، دي في حاله الكريت كده كده بتشتغل، يعني جميع حاجه بتشتغل عشان يلود الكي وورد ليست. الكولوم سايز ده ياخد قد ايه من الفايل. التاب التانيه بقى دي اللي فيها شويه حاجات كتير، ده الديفايدر اللي انا وريت لكم في الاول، الامو بتاع النمبر انبوت، نمبر انبوت، فلوت انبوت، المين فاليو، الليبل، الديسكاونت، مع ان انا ممكن اصلا لو شلت دي المفروض تشتغل، بس انا بسيبهم مش عارف ليه. انا كنت على ما اتذكر كنت عامل ان البليس هولدر بياخد من الليبل او العكس، لو واحد مش فاهم الحاجات دي يعني بحط الكي بتاع الترجمه، بتترجم اوتوماتيكلي، بيتعمل كل ميثود ترانس، مش بتترجم اوتوماتيكلي، لازم تترجمها طبعا، بس مش محتاج تكتب ترانس كذا مثلا كديت انبوت هنا طب بالماكس. ايه الماكس؟ ليه مش كتبهم في جي اس اكس؟ انت متخيله اكتب كل ده كجي اس اكس؟
انت عارفه ان يعني عارفه دي اصلا عباره عن ايه؟ دي عباره عن كومبوننت بتستقبل الفاليو حاله الابديت. حاله الابديت بتستقبل الفاليو اللي جاي من الرو. النيم بتاعي ده، الليبل بتاعي ده، البيس هولدر بتاعي، ودي المين. دي اصلا كانبوت بالنسبه لها هبعتله بالمنظر ده، فلوت انبوت نيم دايمنشنز دوت ويت ليبل ترانس ويت بيس هولدر. هنا في هولدر ترانس ويت من زيرو. حلو؟ لا مش حلو. لا مش حلو، انا اقصد ثانية. لا هو كده حلو بس احنا ما خلصناش. احنا لسه في عندنا الفاليو هتتاخد من الكونست فاليو. سوري، فاليو تشينج فاليو من اليوز فورم كنترول. احنا كنا معرفينها ده اللي بياخد الداتا من الكومبوننت نفسها اللي تستقبل الرو، يعني باخد منه الداتا والنيم، كل ده بيدخل جوه. اديكم بس نبذه مختصره، انا الفاليو ديت باخدها من اليوز فورم كنترول دي، ببعت النيم والرو دوت فاليو، ببعتهم كاوبجكت طبعا، نيم والفاليو رو دوت فاليو. طبعا انا بكتب جوه جي اس اكس اري، او عشان جوه جي اس اري عشان كده زعلان. ايا كان طبعا، هنا مثلا في الكيس دي هتبقى دايمنشنز دوت ويت، عندي دي الفاليو، بعد كده انا بقول له الاون تشينج تشينج فاليو. دي كده نبذه مختصره او كود مختصر للكود اللي جوه. دي ابسط حاجه ممكن اقول لك، السطر ده ابسط سطر ليه كجي اس اكس، هيبقى كده ده ابسط كود ليه انا ممكن اوصل له. لكن عندي حاجه زي مثلا اخينا ده بتاع الديسكاونت، راح فين ده مثلا، ده ديت انبوت بقول له ديسكاونت ستارت كذا، الماكس دي يعني ما ينفعش يبقى اعلى من تاريخ البدايه، ما ينفعش يبقى اعلى من تاريخ النهايه، زي تاريخ النهايه ما ينفعش يكون اقل من تاريخ البدايه، فمحتاج ان انا فاليديت الكلام ده كله جوه الانبوت. يعني انت بتستخدم المون لايت هي اللي عامله الموضوع ده كله. ده لازم ده الانبوت، ادي الكومبوننت بتاعت الديت انبوت اللي انا كنت لسه كاتبها من شويه، ده الكود بتاعها. بس فان انا استخدمها بالطريقه دي، لا باشمهندس ممكن سؤال، لو هي الموضوع بسيط تشرحه لنا، يعني حته التشيننج بتاع الفانكشنز دوت ايه فكرته؟ لان هو صراحه اسهل مثلا من الواحد يقعد يعدي برامز مثلا جوه فانكشن واحده يعني انا شايف ان هو كده ريدابل اكتر كده النت فصل عندي ولا ايه؟ لا هو خلاص بيكتب بس هتلاقيها شغاله. قال تشيننج لما اجي اقول كونست بيز بيساوي نيو بيز، بيز دوت سيت ايج ايا كان دوت سيت نيم وهكذا. في كل فانكشن بترجع الكلاس نفسه، ده اسمه ميثود تشيننج. دلوقتي فاضل لنا اللي انا مش عايز اقرب لها صراحه، يعني قاعد بتكلم معاكم اي حاجه عشان مش عايز اقرب لها، ربنا يستر. الجزء بتاع التشانك ده عارف اللي يعمله فيا كانسليشن طالما شغال لا لا الكانسل دي اتعمل عملناه امبارح. صح صح لسه فاضل لنا حاجتين كمان، يعني لسه فاضل لنا التشانك وفاضل لنا كمان تستمع الابديت. احنا كل الكريت ده الابديت دي برضه من الحاجات الموجوده في الجدول اللي انا عاملها شورت كاتس، عشان كده بفتح زرار الكريت ده بفتحه بالكنترول كيو. مثلا عايز ابديت اللاين ده اقف عليه كنترول اي، عايز امسحه كنترول دي. طب عايز امسح كل الموجودين دول، سوري كنترول شيفت ايه كانت مالي، انا عارف ده معلق كنترول شيفت ايه والله ما فاكر انا كده
كنترول شيفت دي عمل عليا ام سيلكت بيقول عايز تفتح 15 ريكورد، طب انا اقول له لا عشان ما شاء عمري ما يروحش. دلوقتي اللي تشانك طب معلش يا هندسة، اه هو انت ايه اللي فكرك اصلا بالكود ده؟ يعني ايه اللي حصل فكرك بيه؟ هو كان شغال تمام يعني، انت لو شفت فجأة قلت الفيديو، انا عايز اعمله ريفاكتور؟ لو شفت الفيديو اللي انا كنت منزله او قريت اللي انا كنت كاتبه فوق الفيديو على لينكد ان، انا كنت كاتب ليه؟ ان الكود ده عملت له كذا ابديت، كذا فيتشر زودتها زي التشانك دي كانت اخر حاجه زودتها، هي والبارلل ريكوست، فبقى بيطلع منها مشاكل. اللي انا كنت بجربها شغاله تمام، لكن لا لما يبقى في تيست كتير او ناس كتير بتستخدمها المشاكل بتبدا تظهر، فبقى في مشكله ان هو اصلا هو بيرفع ما بيخلص زي ما حصل من شويه، اصلا ما بيخلص ابلود، فلما اجيب بص على الكود ده كل ما ابص على الكود اصلا نفسي تسد منه، فاقوم سايب البتاع اقول له اتعامل معاه كده دلوقتي. طبعا ده ما ينفعش. فالحاجه التانيه انا اصلا وانا بادئ لما بدات اكتبها انا اصلا مش كاتبها افضل كود، انا عايز اخلصها بعد كده ببدا احسن الكود. يعني زي مثلا الفايل اللي انا كنت موريه لكم ده، الفايل ده منظره حلو من بره بس من جوه لا، يعني في مدعكه شويه، طبعا مش سيئه بس بالنسبه لي انا سيئه. يعني ده الكود بتاعي ده، ده بقى الكلاس اللي بيمانج الانبوت. ايه ده؟ خلاص يا الناس، خلاص كفاية. وفي بقى الكلاس اللي بيمانج الفورم كلها، حاجه برضو نفس الكونسيبت، هتقعد تنزل الى ما لا نهايه. هو الفايل اصلا معدي 1500 او 1600 سطر، لا هحتاج اعمل له ريفاكتور. هو البرفورمانس او مش وحش، هو كويس جدا بس لا يعني، بس الفكره في ايه؟ مش بحاول اكتب احسن حاجه من الاول، وفي نفس الوقت ما بكتبش حاجه سيئه للنقطه. انا بكتب حاجه مثلا يعني بدل ما احاول اكتب حاجه 10 من 10 لا اكتبها 7 من 10 8 من 10، لكن ما اكتبهاش 5 من 10. ده لو انا مستعجل او عايز انجز الحاجه اطلع الفيتشر الاول. طيب عملية التشانكينج بقى ده مين هيبقى مسؤول عنها؟ الفايل صح؟ الابلودنج فايل، ان هو ده اللي بيرفع الباشا. هنا بقى هنيجي نشيك ليست مانجر معلش هنعمل ايه دلوقتي عشان الخمس؟ دلوقتي عايزين نفعل الخاصية إن أنا أعمل شانك للفايلز، أقسم الفايلات، الفايل هي بيترفع كانت شغالة؟ لا أنا كنت موريكم على النسخة اللايف، أنا لسه أنا بعمل ريفاكتور للكود. دلوقتي بقى ممكن أعمل إيه؟ كونست ريزلت شانك لود شانك، ايوه انا باش عايز ايه الفايل، ذس فايل عايز ايه بقى تاني عشان مش فاكر. ماشي ماكس بارل شانكس تاني بس كده، اعتقد ان احنا ان شاء الله يعني تبقى ايه امورنا بسيطة فيه. انا بس عايز دول اعرفهم نجيب لهم كده من جتر صغيرين تحت، زي ما الراجل التاب ده قال جيت اسمه يا ماكس بارل شانكس على ليل شانكس، زي ما الراجل التاب ده قال المفروض هنا يظبط، هنا يظبط، لا هنا ما ظبطش. الله ترجع يا محترم. اي لابو انا ليه بروميس ودي كده مش حد يقول لي
بسم الله. كود مرعب. مصطفى في بعلق غالبا بعلق عشان وطبعا عشان الكود ده مش الكود ده مش جي اس اكس، ففي بيتعمل بغشومية شوية. غلط. اوكي تعالى نرفع كام فايل كده، تعالى نرفع فايل واحد. طب هنا لو عملت كانسل ايه اللي هيحصل؟ ولا اي انداد. يبقى احنا كده يا محترم عايزين نكنسل. بس ثانية بقى عشان الموضوع هنا. طب ايه؟ abort controls دي بقى هضطر اغيرها لسه. public ليه بقى؟ لان انا كنت عامل عايز اكنسل ابلود واحد او السلام دي، لكن هنا هضطر تحت هنا ناس abort control. حتى انا اصلا مش محتاج ان انا محتاج ان انا انجكت دي كده. بعد كده هنا اقول له بوش تحت بقى هنا. لو المانجر الس نحط كل ده بس في الالس، هنمسح دي ونستديها. هقول له ايه؟ اعمل لي بوب للباشا هذا الطمار. لا هي از او من غير از لما فيش يا عم ما تزعلش نفسك. فاهم حاجه؟ هنا بقى محتاج لا بس تمام. ده هنا في مشكله تانية. مش ممكن دي مشكلة تانية. ازاي اقدر اكنسل الشانكس دي؟ فكرة ان هي ريكوست بتبقى انترنالي جوه الميثود، لكن دي ريكوست وطالع لي من بره بره، طالع لي راجل من بره، لكن دول من جوه. ازاي اقول له كنسل الريكوستات اللي انت بترفعها دلوقتي؟ حد عنده خلفية؟ ممكن نعمل حاجة زي كده ازاي؟ لا لا عيد السؤال تاني يا هندسة معلش. دلوقتي عشان نكنسل ريكوست بنعمل حاجه مثلا حاجه اسمها بورت كنترولر. ده بنبعته للاكسيوس، بنبعت حاجه اسمها سيجنال. فمجرد ما اعمل كول للابورت كنترول ده دوت ابورت هيوقف الريكوست اللي بيتبعت في الباك اند. يعني لو جينا لغينا مثلا، تعالى لغينا الشانكن، نيجي هنا تاني سيلكت فايل. حلو، الفايل اهو بيترفع ابلودنج. هدوس على الكونتنت تراش دي. بص هنا اللي حصل كانسل، يعني ده اللي انا عملته هنا. عملت هنا ابورت. انت بقى عايزه يعمل ابورت امتى؟ في التشانك بقى، ما انا الفايل هقسمه ل 20. هنا بيرفع مره واحده، لكن بص فوق انا عايز لما ابورت كل ده يقف. انت محتاج تعمل الفاليديت بتاعك جوه التشانك نفسها. محتاج الينك الابورت جوه التشانك هنا. ممكن اعمل حاجه ظريفه. طب احنا ممكن نعمل current uploading abort controllers جوه الكلاس نفسه بتاع الابلودنج فايل، حلو. وبعدين وبدل ما تخلي abort controller خاص بكل يعني، وبعدين هيبقى كده يعني بتكريت abort control وتبش جوه الاري دوت. هعمل ايه؟
يعني اللاين بتاع 69 كونست ابورت كنترول دوت، محتاجين نبوش الابورت كنترول اللي عملناه كرييت جوه اري بره الفانكشن جوه كاس ابلودنج فايل. الاري ده يبقى شايف كل الابورت كنترولرز بتاعت كل الشانكس. حلو، وبعدين وبعدين عينتي الأغذية اهي اللي انت تقصدها صح؟ حلو، ايوه عامل عامل بيها ايه بقى؟ لما يبقى عندنا بقى بورت كنترول، لما نيجي نعمل ابورت واحد ما انا هعمله ازاي؟ ما هي الفكرة كلها ان مين اللي بيكاريت الريكوست؟ ما دي ما بترجعليش اكسس ريسبونس، مش زي التانية دي. بص هات التانية كده، دي بترجع لي اكسس ريسبونس، او هعرف اتعامل معاها بمعنى صح، عارف اتعامل معاها ان هو سنجل ريكوست. بس اللي انت تقول عليه ده صح. الفكره بقى كلها ايه؟ ان انا ابعت له ابورت كنترول، بس ابعت له الاري كلها وهو يبوش فيها. ابورت كنترولرز بحيث ان هو كل مره يرفع انا كده ببعت له الريفرنس. تمام. لا هي ماشي، انا لو حبيت اكنسل انا اوتوماتيكلي هنا اعمل ايه؟ هلوب عليهم واكنسل. فدلوقتي بقى عايزين نبعت الباشا ده للمكان اللي بيعمل ريكوست، عشان مش شايف ابلو بروميس اهو. مش باجي هنا اقول كونست بورت كنترولر، ملي واحد يا باشا، ملي بوش، بعت لنا السيجنال. نيجي بقى نستقبل السيجنال الجميله بتاعتنا. يعني حتى بص اصلا انا مش معاك ان انا اعمل كده، انا معرف الاوبجكت من غير تايبس. كده ان شاء الله المفروض. طب هنا بكتب ايه بقى؟ هكتب ايه هنا؟ خلاص انا المفروض انا مسكت دلوقتي كل الريكوستات واحطهم هنا. قلت لك بقى هي يعني وصلت لقد ايه تحميل يعني هنفر مش عايز غير فور ايتش. بس لا ابورت كنترولر، كنترولر دوت ابورت تعمل كيف دي ممكن اخليها ده كده كله يطلع بره هنا، وهنا بس اعمل ريسيت ليها دي ان شاء الله. تكنيكلي او ثيوريتيكلي بمعنى صح المفروض انها تشتغل. اعمل كلير لا سيلكت فايل بالاس كبير بيتشانك تشانك تشانك انت يا باشا عظمة. بس هنا بقى ما كنسلش، تعالى لي ده هنا بيعمل ريتراي على اساس ان الكنسل. يبقى احنا عندنا مشكلة تانية، هو بيريتراي اصلا كل مرة بيرفع، فانا محتاج اقول له لو السبب ان هو اتكنسل ما يعملش ريتراي. فين بقى الريتراي اللي انا بعملها؟ الايرور هي دي كده. رد بس كده، عارف المسج اللي هو بيبعتها ايه؟ ولا الهبل ولا الهبل. مش ممكن اقول له لو هو انستنس من الكانسل ايرور مثلا اوف كنسل ايرور، انا ما اعرفش اصلا ده جاي منين. كنسل ايرور، او ممكن اعمل حاجه تانية اقول له لوج الكنسل ايرور ده اصلا تبع اكسس، هل بيطلع لهم حاجه زي كده؟ هل لا
حاجة في منتهى canceled error. canceled error canceled يا عم انت مش طب مش ممكن راسك يكون في حاجة بيلت ان في اكسيوس تعمل الحوار ده كده مانوالي؟ يعني ايه؟ مش ممكن يكون في حاجة في اكسيوس تعمل الحوار ده من غير انهي حوار؟ اللافري؟ انهي حوار؟ هو انت عارف انا بعمل ايه اصلا؟ اه ايه؟ اقول اللي انا فاهمه، قول انت بتحاول لما ترفع ملف التشانكس بتاعتها يعمل كنسل لكل تشانك بعد ما تترفع. ما دي عملناها، ما دي المشكلة. معلق ولا المشكلة الجديدة بقى ان هو عمل كنسل بعد كده بيعمل لهم ليه بقى؟ بيندنج تاني. ليه رفع تاني؟ لان انا قايل له لو حصل ايرور حاول ترفع تاني، بس انا عايز احجمه ان لو الايرور ده كانسل ما ترفعش لان هو مكنسل. لكن مثلا ايرور بسبب نتورك لوس، ايا كان الايرور اللي حصل، فاقول له حاول ترفع مره تانيه. اقول صراحه المفروض ان انا احجمها لو في نتورك ايرور، بس انا قلت ممكن يبقى ليها اكتر من كيس، فمش عايز اعملها دلوقتي. هو السيرفر واقف ولا النت عندي انا اللي بطيء؟ لا النت تمام يا هندسة. ماشي كنسل. لا عظمة، هو كده جاب لي ان هو ده فعلا كنسل. باجي هنا اقول له لو الباشا المحترم ده كده شكرا ماشي كده، المفروض ان شاء الله ما يدفعش مرة تانية. كنسل قلنا لك مفيش غير كانسل بس. عظيم، هذا شيء عظيم. انا لسه طبعا عايزك اغير الترجمة دي، انا اعملها بالمره بما ان انا هنا. خلاص يا هندسة، أنا أعلم الفيديو ده أسميه فيديو للتشانكس، لما عاوز أعمل الحوار ده أجي الفيديو ده. لا مش هتعرف تجيبه برضه لان انا مش شرحت التانك اصلا، انا شرحت الكونسبت بتاعها بس، لكن طريقه الاكسكيوشن بتاعها الكود الهلامي اللي قدامك ده انا اصلا ما اعرفش حتى الكود ده اوبتمايزد ولا لا، مش عامل له اوبتمايز خالص دلوقتي، ان هو كود لا يستحق التعب فيه صراحه لحد دلوقتي. فايند هو انت باشمهندس بتحب الاو او بي تكتب بيها عشان يعني هي ليها ميزه عن الفانكشنال بروجرامينج، ولا عشان حضرتك اصلا بتحبها من او استخدمها من زمان؟ لا يعني انا بحبها الاول، انا بحب استخدمها الاول، بس انا اصلا دلوقتي بميل اكثر للفانكشن، الفانكشن بروجرامنج، بس مش كل حاجه تنفع فانكشن بروجرامنج. يعني انت لو بصيت على الكود عندي بتاع النود باك اند، يعني بستخدم الكلاس مثلا تقريبا 3 4 5 كلاسات مثلا. انا باني فريم ورك كامل على النود، فريم ورك وده كله فانكشنز. فبالنسبة لي الفانكشنز مور فليكسبل. بس مش بنقدر نحقق بيها كل حاجة زي لا الأوبي طبعا يعني. انا دايما مقتنع ان الواحد يمشي بابروتش واحد بس ده بقى شخص بيضيع عليه حاجات تانية. فينا نقول ما هو ما بيبقاش عارف امتى يستخدم الكلاسس، يعني انا هو عارف كلاسس بس استخدمها امتى مثلا؟ continuing عشان بكتب غلط، بكتب غلط. مشروع الشطرنج هندسة، انت ليه استخدمت فيه الكلاس كومبوننت؟ عشان ال اكبر ميزه او اكتر حاجه تخليك تستخدم كلاس، لما تيجي تتعامل الكلاس ده ممكن نقول عليه ايه؟ ده ممكن تقول عليه بيت عيله. لما بيبقى عندك حاجات كتير مرتبطه ببعض تحطهم في كلاس ما تشتغلش بفانكشنز. لكن مثلا الفندق ده عباره عن فانكشنز،
كل واحد في حاله. تمام. لكن لو حاجات مرتبطه ببعض، يعني مثلا احنا كنا عاملين مثلا حاجه زي البيس كلاس اللي هو القطعه. لا ده انا عايز اعرف ايه نوعها، ايه اسمها، بتتحرك ازاي، المفروض تتحرك ولا لا، اقدر الكلام ده اقدر اعمله عن طريق الفانكشن عادي، بس الاحسن ان انا اعملها عن طريق انا اعمل عن طريق ال او بي او كلاسز، وصلت يا هندسة. ولا هتلاقي نفسك ماشي حلو حلو ولا لا؟ الثانية برضو دايما بص الكود عامل ازاي دلوقتي، دايما تفرمات الكود لازم تاكل الكود بتاعك فورمات بتاعك دايما يبقى ابن ناس. مش مثلا لاحظت حاجة حلوة في لما خدت فورك المشروع بتاع كلاود ترانسليشن، في حاجة لما يعمل سيف للفايل، لو أنا عامل امبورت للحاجة مش مستخدمة بيتحذفها. إيه اللي بيعمل كده؟ ان انا اصلا النسخه بتاعت لما تيجي تسطب رياكت بروجكت عن طريق مونجز اوتوماتيك انا بحط لك اعدادات البريتير والاي اس لينت من الاي اس لينت فوق. انا مش شايفه ليه اي اس لينت، اي اس لينت فوق والله فوق مش شايفه فوق 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 المفروض. ايوه اهو هو اعتقد ان انا كنت حاطط هنا ان يوزد امبورت يعني. عن دي بلجن. انا عشان كده اصلا رحت دماغي وعملتها في عملتها في السي اللور عشان ما اقعدش اصطدم كل مره. بس المشكله بقى ان البريتير نزل فيرجن جديد، فيرجن 3، في بديك تشينجز، فلسه عايز اروق له عشان احدث ال احدث الملفات دي، لان الملفات دي اصلا مع الفيرجن الجديد بالبلجنز الحاليه خصوصا مش عارف ايه بالظبط اللي بيخليه يضرب، هل الاكستنشنز او الباكجز اللي انا بستخدمها مع بريتير، يعني مثلا الاربعه دول في اي اس لينت، اي اس لينت مع بريتير او البريتير بلوجن اورجانيز امبورت، اورجانيز امبورت ده عشان يعيد تنظيم الفايل. يعني انا نزلت ده تحت دلوقتي اهو ابلودنج فايل، عامل دلوقتي الت شيفت اف عشان استفيد الفايل ريجكشن ده اول واحد نزله تحت الت شيفت اف برجعه تاني فوق. حلو قوي دي، بقعد اعملها مانيوال بيطلع عيني. بالظبط عشان كده لا الحاجات دي اساسيه، ودايما دايما لازم يكون عندك الاكستنشن بتاع البريتير هو والايسلنت، لازم يكون حتى مستطاب عندك اساسيه. بس كده معلش يا اعتقد هندسة، الت شيفت اف يعمل ايه؟ الت شيفت اف يعمل فورمات للفايل بتاعك للكود بتاعك. ماشي عايز اجرب بقى انا الباشا ده عاملها اوتو، انا هخليه يعمل فورمات من غير ما اقول له حاجه. هتسيب ونسيب ما بحبهاش ما بحبهاش. انا مش شايف السيف مع التكست ده بينحط بتقل ال بالذات لو شغاله حاجات كده الحاجات اللي بتقل ال خصوصا لو انت عملت سيف غلط حاجه فتح هتزعل. حاجه تانية انت مجرد ما تعود ايديك عليها اصلا خلاص مش هتحتاج تعمل كده. انا ما حسيتش مثلا قبل كده في مره ان انا ايه ده انا محتاج اعملها، لا عادي خلاص بقى جزء من الحركه كده اصلا. دي بقى نقطه تانية الشنك، يعني على ليه الشنك عندي مشكله تانية، الشنك ما بعتش البروجرس بروجرس في الباب. ايه ده بقى ليه خلص بس الاول حاجة نسيب الخراب دي والاس عايز اعمل تعديل عليه. لو جين ضرب الجبل
هو ما ضربش، انا نسيت اصلا ارجع الديفولت فاليو. اها انا كده وكده معايا البروبس، فبيت انا دي عندي دي اول نقطة. لا بعد اف اليوم هل تشتغل هذا ما نريد ان نعرفه. عظمة. لو عايز اخلي اللحمة دي تبقى التانية او التالتة، عملنا سيف على كده. ما الذي سيحدث؟ انت تعمل دي فايل كمان صغير، خليه فوق، خليه تاني سيف بس كده. كده هنقدر نقول تم بحمد الله. جامد جدا جدا جدا. كده فاضل حاجة واحدة بس أنا مش هغطيها دلوقتي، الكنترولد فاليو. في هنا بقى نقطة، فاكرين ده صح؟ زي ما قلت لكم أنا ده إيه، أنا ليه عرفته؟ ليه عملت الكونتكست أصلا؟ حد فاكر ليه؟ عشان كنت بتعدي فيه ال الكلاس بتاع الـ او الانستنس بتاع الدروب زون، ونقدر نستخدمه في اي حته جوه. بالظبط كده، الله ينور عليك. ما اقدرش استخدم هنا في اتوم للاسف. انا باشمهندس كنت فاكر ان الاتوم بتحل محل الكونتكست اي بي اي، فاستغربت اول لما لقيتك مستخدم كونتكست اي بي اي. لا يعني انا هنا دلوقتي بستخدم كونتكست ليه؟ ليه؟ عشان انا عايز امرر حاجه لجوه الاتوم. فكرتها السنجلاريتي، يعني انا فاليو واحده المفروض تبقى موجوده في الاتوم الواحد، ودي تبقى فاليد في الكيس بتاعتنا، الكيس بتاعتنا دي. لكن لو عندي اكتر من انبوت، عندي انا ممكن اكرر الايمج ده، ممكن اعمل واحد تاني اسمه اتاتشمنت. فكده الاتوم هتشيل انهي فاليو، دي ولا دي؟ وان كان دي ليها طريقه تانية ان انا ممكن اعمل راب لل، والله ممكن اجربها. يعني انا اصلا كل اتوم دلوقتي تبقى شغال سيرفر سايد ريندرنج، ممكن اخلي الاتوم اعمل لها تبقى هي اللي هي البروفايدر، لان انا حاليا بقى في حاجه اسمها يوز اتوم. لو تعال نجربها كده، انا عايز بس اجربها من باب الفضول. حاجه اسمها اتوم بروفايدر، ايوه اليوم فعلا مش فاكر كانت ايه. ثانية واحدة، لأن أنا بكملها من فترة، من كاس صراحة في الدوكيومنتيشن، فخليني أدور هنا على الأتوم. إذا أجرب أعملها كده أشوف الأتوم ممكن تنفع في كيس زي دي ولا لا. طبعا ليه كمان تمام. بس اقعد بالفايدر على طول الدرين. لا خليني ابص كده على الكود، معلش انا عملتها اصلا ونسيتها. انا لسه ما بدأتش اشتغل الباصات ريندرينج. انا بعرفها بس على طول يعني. تمام عظيم. انا عاملها من جوه، انا كنت عاملها وبعد كده لغيتها. ايوه صح كده صح. انا اقول له هنا فورث كونست دروب زون اوب مانيجر. ايه
تليفون. ماشي. هل هتشتغل؟ هذا هو السؤال الذي نفسه على الساحة. مش عارف، أنا نجرب. سمي الله وشوف البراوزر. هي ده، اصبر. هي الفكرة كلها، المشكلة ان الانيشالايز ده هيتكريت قبل ما يدخل جوه البروفايدر. أنا آسف يا هندسة على سؤالي مش أي معنى. لأ بس كويس، ضف لنا فيتشر حلو. تخيل الاتوم باورفل جدا بصراحه، بس انا عايز اعرف هل هتشتغل بقى؟ اللي مش هتشتغل هنشغلها ان شاء الله، بس عايز اجرب كده. الاتوم عارف، لست أدري صراحة. أقول ده للدرجة دي؟ عملت إيه غلط؟ أوبزون مانجر؟ ما إحنا الحين عشان كده. عشان نفسك يا سيدي. هو لسه زعلان. واضح، واضح ان عم الاتوم ده قالش نفسه ولا الدعم. الوصيلة دي جديد اتبطيت. لا مؤاخذة، طب لحظة، محدش هيقوم ينام؟ هو مين موجود أصلا؟ أنا كان أشوف مين يعني هننام لسه. ونسيبك يا باشمهندس هشام. والله هشام رد عالي أوي. هو تحسه فيلم رعب شغال بس جامد. منها اشتهرت ولا إيه؟ عايز أجرب حاجة تانية. واحد هيقول لي هنجرب إيه؟ عايز أجرب الأي بي؟ لو اشتغلت خدت حقه 5 دايموند الصراحة. ايش هقول لك؟ لا أي خدمة على خير. انا في بقى نقطة. هديك 2 منهم. عايش يا خالد، أنا واحدة. مش مهم من لا، او مين قال ان هو عشان معاه 5 دايما هو اغنى واحد؟ في ناس هتسمع الفيديو دوت تعرف ان هو مش اغنى واحد. انا عايز ايه؟ ليه في الكيو ده؟ ان شاء الله ان شاء الله الفايده ما نرجعلوش تاني، عشان ده فايل هو صغير يعني، ده هو كله على بعضه بالكومنتس 177. عارف انت قصير بس حاير، هو ده. ماشي. انا دلوقتي عايز بقى في السيتنجز تاب انزل تحت كده، اخد دي كده ام جي تي، شوف اللي هيحصل. معلش بس كده ما تكلمنيش في دول. ماشي، تعالى نغير في واحد نشوف هيعمل ايه. عظمة. لا ما هو كده كده هيعمل ريندر عشان ريستريكت لا
لا ده هو بيتشينج، يعني انا عاملها جوه الستيت بتاعت الابلودنج، هو هي ابديت مره بيسليكت فبينشالايز الابلود، بيغير حاله الابلودنج، وبعد كده لما بيخلص بيريندر مره ثانيه. فمظبوط جدا دي. كده هندسة نقول وداعا للكونتكست اي بي اي بنفس شكلها مضمار. كده والله. والله يا عم خالد مش عارف، بس انا لسه التايبس محتاجه تتهندل اكتر. لا مش مهم تايبس. يا جدع عظيم، ممكن السطر ده ناخده كده نرميه مكان سؤال بقى، هل هتشتغل يا جدع؟ لا استنى 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 استنى، لو جينا بقى مسحنا البروفايدر الحلو المبالغ الكبير ده، ما مسحش من فوق طبعا، جينا هنا ايش بينا. بص انا مش فاهم قوي بس متحمس. والله انا برضو مش فاهم قوي بس برضو متحمس. يعني هو اشتغل ولا ما اشتغلش؟ يعني خليني الغي التشانك دي، عشان لان انا عايز التشانك دي لسه، ده احنا لسه عندنا بجوية تانية. التشانك ديت ما بتطلعش، ما بتعملش ابديت البروجرس. انا متاكد ان انا شغال، متاكد ان انا شغال، لازم ارفع الفايلين مع بعض، ارفع في الاثنين في نفس الوقت. هل حد فيهم هيأثر على التاني؟ ناخد 3 فايلات، وناخد هنا 3 فايلات تانية. عظمة 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 عظمة، بس كده بارك الله فيما رزق، ولا أي كونتكست يعني. ايوه كده ايوه كده، دلعني دلعني هندسه. بس في نقطة لازم تبقى فاكرهم، عشان انا لو نسيتهم معرفش حاجة عندي. يعني ان شاء الله الاسبوع الجاي هبقى هبدأ اكتيفيت الدايموندز، ان نبدأ نعمل حاجة جديدة كده في منتور الله، يعني شوف دايموندز حلو. علم لي بقى ال5 أسئلة اللي انا حليتهم. لا دي جولد عادي، مالهاش علاقة. هنعمل خبرة كنت حلوة عملت يعني؟ يا باشمهندس، انا اول واحد اتكلمت في موضوع والله الاتوم دي. ما اعرفش انا اسمه ايه ده اللي قال لي عليها، اللي قال لي اللي اتكلم مصعب، قال ان خالد اللي قال تتصفر انا تتكلم بقى مع مش مصعب هنا اتكلمت فيها قبل كده. هو. هنا بص يا دلوقتي خالد، انت برضو انت هتاخد برضو ال5 دول وتوزعهم علينا برضو، انت فاهم يعني ايه؟ وده مش هتهرب برضو يا خالد. لا، ما للاسف الدايموندز هتبقى ان تشينجابل او ان اكستشينجابل بمعنى صح. الله عليك يا هندسة. بس شكلنا كده هنسحب الموضوع من خالد، يعني طلع ان مش خالد الاوريجين بتاع الاقتراح. أيوة أنا احنا سألتك سالتك نعيد ليه يا الفيديو عم من كده؟ الأول. هنسمع الفيديو وهنشوف. الفيديوهات القديمة تشهد مش الفيديو ده. قالك بس فيها انت السيشن اصلا ما كنتش معانا، انت كنت معانا. الأولى، السيشن استنى الأولى يا استنى باشمهندس، استنى قلت استنى، لك ليه ما استقبلناش؟ ليه ما ايوه استقبلناش صح الأتوم وقلت لي سنجلارتي؟ افتكرت صح. انا جمعت صح برضه يبقى فعلا. حق حق مصطفى، معلش يا خالد سوري ايه ده سوري، ايه ده الفرق يا يا هندسه؟ خالد سوري. طب 5 و5. لا سوري، وسؤال، هو مال سايب حد قال لك ان انا تاجر اثار او مخدرات او سلاح؟ مش مهم، انا عارف مبسوط انت ان عارف الخمسه، الفيتشر انت اتضاف. عارف الخمسه لا دايموند لا لا دول لا يعني قد ايه؟ قد عارف ايه يعني قد ايه؟ قد ايه يعني دولار. يعني؟ خمسة خلاص يا دولار هندسه انا مسامح في دولار الطلاق. واحد. مستقلية بدولار؟ يعني 40 جنيه، 40 جنيه يا عم مصطفى، هروح بلغي نفسك بقى. يبقى اللي هي عندك 30 دايموند يا هبه؟ لا عادي، كان استنكار يعني بريء. ماشي يا ستي. فكرة البروفايدر هنا ان انا ما بشتغلش بالاتوم بشكل مباشر بعد كده. يعني لو انا مش شغال، يعني انا مش شغال بالاتوم كسنجلر اتوم، بستخدمها على طول، بقعد بروب زون اتوم بوت فاليو البرفع ايده يتكلم على طول، مش شايف
لا ده خالد بس بياكل في نفسه. انا دروب زون مانجر هتستخدمها بالمنظر ده بشكل مباشر، محتاج اصلا اعمل كونتكست ده، لكن عشان الموضوع عندي ممكن يتكرر. فهي الفكره اصلا البروفايدر ده بيعمل ايه؟ بيعمل كلون من الاتوم، بيسمحك تستخدمها من جوه انترنالي. وضحت؟ يعني هو بيسحب نسخه من الاتوم اللي انت هتستخدمها تبقى خاصه بالكود ده بس. يعني مثلا تعال نجرب حاجه، عايز اجرب حاجه، اقول له هنا لوج للدروب زون ماشي، وهعمل تحتيه دروب زون اتوم دوت فاليو، عايز اعرف الفرق ما بينهم هيبقى ايه. ايش هل هيبقى في فرق؟ ده سؤال. يبقى في عندنا مشكلة، عشان كده هسحب منكم 300 دايموند. دوت اي دي دوت اي دي، نعمل كلير هنا الأول، سيف. كده بس اتنين مختلفين، بس هو في نقطة تانية أصلا أنا مش معرف أتوم هنا، معرف أتوم إيه، مش معرف إنستنس إيه. ليه متكررة؟ دول عشان في أكتر من واحدة. بس ثانية واحدة، في مشكلة تانية، نمسح التانية دي. إيش؟ أنا محتاج إن أنا أتأكد إن أنا بكلون. ثانية كده، بص على الكود بتاعها. فاكرة الكود بتاع الأكود اللي أكتم من أسهل الأكواد اللي كنت تقراها؟ السورس كود بتاعها مش كبيرة أصلا. الحاجة دي اللي أنا بتعملها هنا أنا محتاج أكلون الأتوم. محتاج أكلون الأتوم. يعني أنا ممكن أخليها أقول له كونست الأتوم من غير ست. انا بقى مهندس كده. حد يعرف اسم الفانكشن بتاعت ال اسم الفانكشن بتاعت الكلون؟ ما كلون ستراكشر باين ولا اسمها ايه؟ كلون ستراكشر والله ما فاكر. قول لي انا مستخدم reinforcement ولا مش مستخدم؟ عظمة قوي، تعالى تعالي قول يا باشا. هل الكلام بقى ده صح؟ هل الكلام ده هيشتغل؟ الله اعلم، ان شاء الله يشتغل. دي برضو من عشان ما يقعدش ده احسن. هو حوار الكلون ده حاجة جديدة انت درستها في الأتوم ولا كانت موجودة؟ ايه دي؟ الكلون ده حاجة جديدة ولا موجودة في لا، الأتوم؟ هو الكلون ملوش علاقة بالاستخدام الخارجي للاتوم، دي انترنالي. فاكر ان انا باخد نسخة من الاتوم لحظة ما بتكون الاتوم بروفايدر، وبفضل محتفظ بيها في الوقت الحالي اللي انت بتعمل منه، بتعمل كول فيه لل لا، دي كمان في حاجه غلط. انا محتاج كمان اعمل ريسيت ليها. يعني هو بياخد نسخة من الأتوم اللي أنا حطوه عندي في الملف الأتوم بتاعي اللي أنا حطوه، اللي هو الديفولت فاليو بتاعهم، يعني بيبقى مثلا أداة فاضية أو سترينج فاضية أو كده، صح؟ ولا بياخد نسخة بعد ما يعمل أبديت للداتا؟ انا عايز اخد نسخه قبل اصلا ما ابدا اشتغل هنا، قبل ما اجي اشتغل في الباشا ده هنا. طب وليه آخد نسخة من أوريدي الداتا موجودة في الملف الأتوم؟ ما انا الاتوم بتشيل قيمه واحده، لو انا عندي اتنين ايموت زي من شويه هتاخد انهي قيمه فيهم؟ فانا محتاج لكل كومبوننت كول اخد نسخه من الاتوم.
يعني ما ينفعش اعمل ملف اكل تاني واحطه في القيمه التانيه؟ طيب سؤال، انا لو عندي حاجه زي كده كيف اديت دي انبوت اه 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اعمل ايه؟ هو الأفضل يبقى فيه ملف يعني أكل واحد هو اللي بيمنع. ما ينفعش، لان انا اصلا دي على كل مره تعملي فيها كل الكومبوننت هتحتاج تستخدمي فيها الاتوم. انا ما اعرفش كم مره يتم استخدامها، هو مش طبيعي ان انا اعمل كل نفس الاتوم هي كلون. انا على ما اعتقد اصلا، ثانيه واحده، هو انا ليه اصلا مفرد نفسي في الكود اللي هنا ده؟ انا مش كان عندي اصلا في الاتوم كلون؟ لا دورت في المكتبة ما لقيتش حاجة اسمها كلون. ممكن نعملها كلون. جابت هل اكلون بالقيمه الحاليه؟ ايه القيمة الحالية؟ يعني لما تيجي تعمل كلون، اعتقد انك تعمل كلون بالقيمه الحاليه. لا مش طبيعي. لا هل اعمل كلون؟ لا المفروض انا اعملها كلون. كلون ريتيرن اتوم ايه؟ اتاكد اعتقد كده احسن. طبعا دي انا لغايه اللحظه دي اصلا ما بيتنيش كيس من احتاج كات لون غير في اللي انا هستخدمها دلوقتي دي، حتى مش محتاج ان انا اعملها كلون. الديفولت فاليو انا المفروض ان هو يسيب لي، لان انا مش معرفه في الديفينيشن بتاعتها دي. اتوم لسه عايز اظبط حته بتاعت الاريز دي. وانا خليها نمبر احسن، سترينج ليه نمبر احسن صح؟ إذن هندسة بس هستأذن أنا بقى ماشي ماشي، احنا كده كده خلاص خلصنا، مفيش حاجة جديدة. خلال 5 دايموند بقى وإيه وقال بدل ما تغير رأيك. والله بص يا باشا، بص تتصرف معاه ما تكلمنيش، تتفقوا مع بعض لا أنا مسامحه خلصوا بيهم خلاص. عركة. جريت خلصوا عركة يا باشا. أبعت لك بيها ميل يا باشمهندس. والله اللي هتتفقوا عليه انا معاكم فيه. وزعلان ليه؟ والله ما فاهم حاجة. دي من الايرورز اللي انا ما بحبهاش. بروجكت ليترال مي اونلي سبيسيفاي ليفل زون اكسست. ازاي دونت اكسست؟ اسمها ديفولت، مش ديفولت فاليو. ماشي، دي نقطة. النقطة التانية هنا بقى محتاج إن أنا دوم كده
هون عليك. هو انت بترست ايه؟ نسيت الفاليو بتاعت الاتوم. انا دلوقتي نفترض ان انت الاتوم مش زي الريدكس. الاتوم الفاليو بتاعتها تفضل في البروجكت طول ما هي طول ما المشروع شغال. يعني نقلت من بيج للثانيه من اي مكان استخدمتها جوه الكومبوننت بره الكومبوننت في اي مكان، الاتوم تفضل محتفظه بالقيمه بتاعتها. يعني انا دلوقتي لو جيت عملت على اللي عملت الاتوم منها في الدروب زون انبوت، تمام؟ لو جيت الكومبونه دي اتعملها ريندر، بكره رحت دخلت الصفحه تانية في الكومبونه تعملها انماونت، فهنا دلوقتي الفاليو بتاعت الاتوم هتبقى قيمتها ايه؟ هتفضل محتفظه بالقيمه الحاليه اللي فيها، لان الاتوم ما بيحصلهاش ديستراكشن او ديستروي لما الكومبونه تحصل لها انماونت، هي بتفضل محتفظه. لان انا اصلا في الاساس كنت عاملها انها تشتغل بره رياكت، تشتغل في اي حته، في الاخر ضفت ان هي تبقى خاصه برياكت بس، فانا ممكن استخدمها، ودي اصلا اكثر استخدامي. يعني زي ما كنت وريتكم قبل كده الملف ده، انا في اتومز بتقن سيتنجز اتوم بدات تلاقيه في الفرونت اوفيس لوب. يعني مثلا اتوم اهي مستخدمها جوه جي اس كود عادي اللي جوه كومبوننت. فانا دلوقتي هنا بعمل كلون، باخد نسخه من الاتوم. ثانيه واحده، انا اصلا الكلون انا دي اصلا الكلون بيعمل ريسيت. خلاص انا مش محتاج السطر ده، بما انا هاخد دي كده. المهم انا عايز الانيشال. لا الكلون يعمل ريسيت، لا الكلون يعمل الكرنت فاليو، ما ينفعش اعمل ريسيت. اسمها ايه بقى؟ كرنت فاليو. هعمل كلون من الاتوم، هو دلوقتي هيجيب لي القيمه الحاليه. انا محتاج ارجع الاتوم للقيمه الاصليه طالما انا استخدمها جوه البروفايدر، لان انا في البروفايدر اكني بقول له كريت لي اتوم جديده من النوع الاتوم دروب زون انبوت او اي نوع. بس فهي الفكره بتاعتها. بس حوار ان القيمة تفضل موجودة، يعني لو غيرت الكومبوننت فاعتقد ده البيهيفير الطبيعي، يعني عشان ايه؟ يحصل حوار ان القيمة تفضل موجودة لو انا غيرت الكومبوننت، يعني فده البيهيفير الطبيعي، يعني ده المفروض يحصل. يعني انا لو مثلا عملت اد ديكورت حاجة يعني في كومبوننت، فانا عايز اسمع في مكان تاني، فالمفروض القيمة ما بتتغيرش، تفضل موجودة. فده تمام صح ولا ايه؟ انا فهمت منك اي حاجه خلاص مش مشكلة. تاني، معلش. كنت بقول لك حوار ان القيمة بتاعت الأتوم تفضل موجودة حتى لو عملت ريرندر يعني أو رحت كومون تاني، ايوه هي بتفضل محتفظه بيها ما بتتغيرش. فما ده البيهيفير الطبيعي، ما هي لازم تعمل كده. يعني أنا مثلا لو عملت شوبينج كارد، مثلا عملت أضفت اللي في السلة، وعايزة مثلا الجزء ده يسمى في كومون تاني، فطبيعي ان القيمة تفضل متشافة في الأبلكيشن كله. بالظبط كده. طيب الكيس بقى عندنا هنا في ايه؟ انا فتحت الصفحه دي وفيها الايمج انبوت بتاع دروب زون دي، جيت قفلت الصفحه دي دخلت على صفحه ثانيه. لما هاجي افتح التاب الفورم دي ايه اللي هيحصل؟ هنلاقي الصورة موجودة، هفضل محتفظ بالقيم بتاعتي. ودي حاجة انت مش ده مش عاوزها صح، فتحها. ده مش بالظبط صح. تمام ليه بقى؟ تمام لان انا عندي الفورم دي تبقى لكل برودكت اصلا عندي في الجدول. الاتوم هتحتفظ بانهي قيمه لانهي دروب زون فيهم؟ بس فعشان كده لازم تعملها كلون، لازم اخد نسخه منها تانية. طب معلش سؤال دلوقتي، لما اللي هو المكان اللي انت بتحط فيه الصورة، هو مش المفروض انه بيتعمل له ابلود يعني الكاميرا بتاعته ما تبقاش موجودة يعني، فاهم ولا ايه؟ يعني ايه؟ يعني هو الانبوت اللي انت لسه مرهولي دلوقتي، المفروض لما بداك في صورة، الصورة دي بيحصل لها ابلود صح؟ بترفع يعني. بتترفع. طب هو ليه يفضل محافظ، يعني ليه محافظ قيمة الصورة بعد ما اترفعت؟
لا هو مش موضوع محتفظ قيمة الصورة، هو محتفظ بالدروب زون مانجر كله، هو هنا شايلها واخده كله بالكامل. هاجي طب بص هنا معلش يا فين؟ هندسة، قول لي. انت عملت الكلون هنا ازاي؟ ده تصدق هيبقى في مشكلة أصلا في اللي أنا عامله. أنا كده خالد معلش. ممكن أزود أنا رايح أحط في الدروب زون، هو هيدخل هنا الأبديت الجديد اللي أنا عامله أصلا ده مش هيشتغل، إن هو بيعمل ريسيت للفاليو، حتى لو عملت أبديت ريسيت للفاليو. لازم أعمل ريسيت للفاليو؟ أنا فاكر إن أنا ريسيت هو بيعملها. نفهم نفسنا بس كده عظمة. قول لي بقى، قول لي بتقول إيه؟ الكلون، حتة الكلون دي عملتها ازاي؟ ده الكلون كله بكاريت اسهم جديده بمعنى صح، كريت اسهم، كريت اسهم دي اصلا بتعمل لها كول من الفانكشن اللي اسمها اسهم اللي انا مش لاقيها اصلا. هاي هاي بكاريت وبتضيفها تاني، هل بقى نضيفها في البتاع مش عارف لسه. الاسهم دي عايزه ليله، عايزه بس عموما يعني هو كده فاضل لنا مشكلة واحدة بس دي خلاص مش مستاهلة ان احنا حتى نعملها سيشن او نكملها دلوقتي غالبا كله فصل. المشكلة بتاعت التشانك لما بيجي يرفع مش البروجريس بار مش بيتحدث او رفع. أنا أكتر حاجة بصاني إن هي بالقوة دي، إن بالايه؟ حاجة إن المكتبة بالقوة دي يعني واسعة، يعني ممكن تعمل انهي حاجة مكتبة؟ بتاعت الأتوم. بلاش مكتبة، باكج. ايوه كده، قول لي باكج. هما الاثنين باكج، دي باكج اصلا. انهي باكج؟ مش فاهم قصدك على واحدة كده. الاتوم لا الاتوم باورفول جدا، تقريبا ما فيش مشروع اصلا بشتغل فيه من غيرها. الاهم ان هي يعني الاهم من ان هي قويه ان هي سهله الاستخدام والفهم. وفي برضه انا كذا في كذا برضه هيلبر فانكشن كذا هيلبر اتوم ضايفهم هنستخدمهم ان شاء الله في مشروع المطعم. طب سهل ثواني، علينا الدنيا جدا. امتى اقرر ان انا استخدم مثلا باكج زي كده، وامتى اقرر ان انا اسيب كل حاجه كده نيتف بيور يعني من غير مش هتعرف اي؟ الا لما المشروع يبدأ الدنيا تتعقد فيه. يعني مثلا يا سوري بص انا كده كارت اهي حلو، ايه في اللي الداتا بتاعت الكارت عندي اللي انا ضفتها اوتوماتيك يتحدث، لان دي اصلا بتتشال في اتوم في حاجه. فانا عندي هنا مخزن الداتا ديت مخزنها في حته، انت عايز تعملها ريندر في اي مكان هتعملها ازاي؟ دي تبقى عندك المشكله. الحاجه التانيه تعالى اوريك برضه ممكن، بس انا عشان مش عامل لوجن فغالبا هزعلني. تعالى نجرب كده الكمبيوتر. والله ما عارف وش هتعمل واتساب في الجو في الموبايل. عملت لوجين بقى عشان غالبا عشان جيست ما كانش مدين الارقام 81 و9. نمسك دي كده بقت 81 و8. شايف الرقم اللي فوق ده؟ ده كمان ده كمان بقت 6. شايف انا دلوقتي بحدث من الصفحة دي صح؟ هذه صح كده. الصفحة دي هشيلها من هنا حدثت فوق. لو دخلت على الالكترونيكس من بره هاجي اضيفها من بره،
ايوه، حدثت فوق. فانا البرودكت بعمل بيسمع في كل حته. ان اي مكان في حته زي كده تعملها، تعملها ازاي؟ مش ايوه هتعرف تعملها، مش هتعرف تعملها من غير الست مانجمنت، يعني اضعف الايمان كونتكست. بس الكونتكست بشوفه، يعني انا كنت بستخدمه بحاجه بسيطه جدا لقيته بيعمل ريندر كتير. ف انا قلت لك ايه، اضعف الايمان. غير كده اصلا يعني لو ما عملتش الموضوع دوت هتطلع بره الاكت وتعدل بقى النيتف دوم اليمنت. وبالمناسبه يعني ليكم يا شباب والناس اللي بتسمع، احيانا انك تعدل على الدوم اليمنت بشكل مباشر احسن من انك تعدل تستخدم رياكت ونعدل على الدوم اليمنت. دي ليها كيسز معينه بس بتبقى ادفانسد كيسز، وغالبا بتبقى حالات نادره. انا عملت حاجة شبه كده في ناف بار عادي. بنسبة 90% انت عملت دوت مش محتاج تعمله، او 99%، بما ان انت غالبا عامل مشروع بسيط فانت غالبا مش محتاج تعمل اللي انت عملته. بس فهي الاتوم او اي ستيت مانجمنت، مش بس الاتوم. يعني الفكرة الايقونة كانت بتاعت الكمبيوتر دي الحتة الوحيدة اللي كان بيحصل لها ريندر اصلا بعد عملية الابديت، هي والايقونة اللي كانت موجودة في الكارد بتاعت البرودكت بس، الباقي كله ما كانش بيحصل له ريندر. مش الله تعالوا ينور عليك. نكمل انا بس عايز حته اخيره اخلصها، انتوا عايزين تتفضلوا اتفضلوا، انا بس عايز اشيك هي ليه حته ابلودنج فايل، ليه الفانك مش بيبعت البروجرس. خلص دي ونتكل على الله. لود شانك من الفرع ده المحترم ده يبقى محترم يوافق على اللي احنا بنعمله. تعال الاولاني فايل كبير ما يخشش بربع جنيه، ما يخشش بربع، او مفيش حاجه فيهم خلاص، مش هيبقى انهم يبدا يخلصوا مع بعض صح؟ ما تخلص دي ابديت، مش اي ابديت تاني غالبا. كول باك دي هو مش البروجرس كان شغال من شوية، ايه ومش هيدخل اصلا، ايه هو مش ايه؟ مش هيدخل هنا اصلا غير لما يرفع. يعني دي كان المفروض ان هو يدخل امتى؟ سيتنج تاب، لو جينا خلينا الماكس ماكس فانك تايب ماكس رود ماكس لاني ماكس بس الاسم ده صح. دروب نو دروب دون مانيجر 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 بس العظمة ماشي. نيجي نغير دي نقول اتنين مثلا. هو ايه اللي حصل ده؟ ماشي طب بيرفع اتنين دلوقتي عمل تطبيق. هو الفكرة ان هو هيحدث البار لما التشانكس الاتنين دول يترفعوا مع بعض يعمل ابديت تاني. يعني بعد كل مجموعة من التشانكس، يعني مثلا لو عندي 20 تشانك وانا هرفع اتنين في المرة الواحدة، البروجريس بار ده هيتحدث بعد ما لما كل اتنين يخلصوا، يعني بعد كل اتنين دي خلاص 10% مثلا،
هيخلص 10%، بعد كده هيحمل الاثنين اللي بعدهم هيكون خلاص كده كام؟ 20%، حمل الاثنين اللي بعدهم 30% وهكذا، مش هو معتمد على الفايل الواحد بس. طبعا احنا النيم كانت شغاله من شويه، لان انا كنت برفع 10 في المره الواحده، والفايل اصلا تحت كله 10 ميجا 4 ميجا. تون مانجر برضه تاني امسح، المفروض ان انا اجي امسح دي، كان المفروض ما خلاص اشتغل ان شاء الله كده نكون خلصنا على الباشا. هيبقى في سيشنز تانية لحوار ال ده برضه ولا كده خلصنا؟ عملنا ايه؟ هيبقى في سيشنز تانية نفس الحوار كده ولا ده يعني دي آخر سيشن؟ لا دي الحلقة الأخيرة في الدروب زون انبوت، بعد كده إن شاء الله بقى نكون نشوف حاجة تانية. لسه في عندنا الشطرنج، في عندنا لسه الكلاود ترانسليشن، في عندنا لسه الريستورانت برضه، إن شاء الله أحاول أخلي يبقى كل يوم كده في سيشن كده، ممكن نتكلم في حاجات مختلفة يعني. كويس جدا، حلو الاقتراح ده. ممكن مثلا نشوف مثلا توبيك او حاجة معينة نتكلم فيه. تمام. عارف صراحة ان اللي انا عامله ده يبقى efficient ولا هنزعل كلنا؟ بس يعني ايه، انا لسه بقى عايز اعمل لهم replacement. ماشي، اعتقد ان هو حان الوقت لكي نمسح، نمسح ايه، لكي نمسح اخليه مؤقتا، انا مش طنك بس اخليه مش عارف انا كنت كده تمام ولا في حاجة تانية نعملها؟ ايه. كده تمام ولا هنعمل حاجة تانية؟ والله ما سامعك كده، تمام ولا ايه؟ هنعمل حاجة تانية، هنعمل لا حاجة لا تانية. خلاص كده احنا خلاص. تمام، احنا خلاص أخيرا انا يعني؟ هعمل يلا كله اتفضل، انا مع هخلص بس السلامة. نيم و هرفع الباكج وخلاص. ماشي يا باشمهندس، الله ينور. تسلم إيدك يا باشمهندس. ربنا يخليكم يا رب، ونلقاكم ان شاء الله في حلقة اخرى. لو في توبيك معين عايزينه او حاجة معينة ممكن تمام نتكلم فيه على ديسكورد، يعني نشوف انتوا عايزين ممكن نتكلم في ايه ونسلك فيه مع بعض. ماشي، فكرة حلوة دي. هي بص مش حلقة، هي كانت عركة بصراحة. تسلم ايدك. دي من الحاجات اللي ما اتمنى اتمنى ما تتكررش معايا تاني قريب الصراحة. مش او ممكن ان شاء الله لما نبدا، لو جيت عملت ريفاكتور للانبوت بيلدر او السوبر تيبل، الاكتيف فورم او السوبر تيبل، غالبا هيبقى في يعني اللي احنا عملناه ده، دي كومبوننت من الليله دي كلها. في لا، عارف بقى الاثنين سيب الكبار لنا دول، السوبر تيبل دي بقى يا باشمهندس علينا احنا. السوبر تيبل حلوه، الحماس حلو، الحماس حلو. السوبر تيبل حلوه يعني، السوبر تيبل برضو فيها لوجيك كتير. الدروب زون اللوجيك بتاعه معقد بس مش كبير، ومعقد معقد ان احنا لازم نسبليت، لان عندنا يوز كيسز كتير يعني. هي الكومبوننت نفسها فيها اكتر من فيتشر، عشان كده هي تقيله يعني. لو كومبوننت بتهندل حاجه واحده بس كانت الدنيا تبقى ابسط من كده بكتير. السوبر تيبل هو صراحه شايل برضه فيتشر كتير، بس الدنيا نسبيا هو كبير بس مش معقد يعني، هو كبير يعني، هو صعوبته في ان هو متفرع جدا يعني، الجزء بتاع الفلتر، الجزء بتاع الفورم، الجزء بتاع البرميشن، الجزء بتاع الكولومز، البيجينيشن، اللودينج، السورتنج، الديسبليت كولومز هارد ايه. ممكن اصلا لسه كمان عايز ازود حته الكولوم سورتنج، ما عملتهاش دي، ممكن اعملها ان انا اعيد ترتيب الكولومز. فلا لسه في 10 شغل الصراحه، بس ده مشكلة كبيرة. محتاج له رؤى. ماشي يلا يا شباب، يا شوفوا على خير ان شاء سلام الله، عليكم. ممكن بكره ولا حاجه احنا إن شاء خلصنا. الله.
شاء الله، ماشي صباح يا الخير. مصطفى، سلام مع عليكم. السلامة مصر. وبس كده يا شباب، اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من السيشن دي، ونشوفكم على خير ان شاء الله في سيشن جديدة قادمة.